بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أيها الإخوة الكرام، ونستأنف مع كتاب ديال لي كومبروندر لتعلم اللغة الفرنسية. كنا قد وصلنا إلى هاد الصفحات، voici la rue، راهي الطريق، voici Lulu، voici Lulu، voici Lulu. هو لولي، لولي اي سور لو مور، لولي اي سور لو مور، لولي فوق الطريق. ثم عندنا هنا لي، لي مينا، لي مينا، لي مينا. طبعا ذكرنا بان هذا لو فيرب لير طبعا في الامر الامبيراتيف. اون بارل دو فيرب لير كونجوغي الامبيراتيف، اذا نتكلم عن فعل قراءه مصرف في الأمر. إذا نقول لي ليزون ليزي، لي ليزون ليزي. إذا ليزون مقصود بها فلنقرأ. هنا طبعا شخص يعطي الأمر لشخص آخر أمامه، يقول له لي لي اقرأ، أو اقرأي لي مينا، اقرأي مينا، مينا لي، مينا تقرأ. لاحظ الفعل، هذا نفس الفعل لكن هنا في الأمر، ولكن هنا أو بخيزون. يعني نقول مثلا جو لي، تي لي، إي لي، نو ليزون، فو ليزي، إي ليز. أنا أقرأ، أنت تقرأ أو أنت تقرأين، هو يقرأ، نحن نقرأ، أنتم تقرؤون، هم يقرؤون. مينا لي ميغو، إذا مينا تقرأ ميغو. مينا آلي، لاحظ هنا نفس الفعل هو اللي عندنا هنا، غير هو في هذه الحالة الثالثة عندنا هنا هاد لو فيرب لير أنه مسبوق ب لوكسيليير أفواغ. علاش؟ باش نحصلو على لو باسي كومبوزي الخاص بفعل لير. أما في الحالة الأخرى ما كاينش معاهم لوكسيليير. طبعا في اللغة الفرنسية كما غنشوفو هناك لي طون كومبوزي وهناك لي طون سامبل. إذا في اللغة الفرنسية هناك لي طون كومبوزي، هناك الازمنه المركبه طبعا بحال هذا، هو مركب من لوكسيليير ومركب من لو بارتيسيباسي الخاص بالفعل. طبعا كما غنشوفوا فيما بعد بان الازمنه المركبه كلها فيها نفس لو بارتيسيباسي، شنو تيتغير؟ اللي تيتغير هو هذا، هو هاد لوكسيليير. وكما قلنا بأن لوكسيليير ممكن يكون أفواغ وممكن يكون إتخ. ملي تنحافظو فعل أفواغ وفعل إتخ في الأزمنة البسيطة، إذا انطلاقا من هد الصرف، انطلاقا من صرف كل واحد منهم، تنزيدو له فقط لو بارتيسيباسي ديال الفعل اللي باغي نصرفوه، وبالتالي تنحصلو على زمان مركب. إذا بحال هذا تماما. طبعا هنا غنشوفو فقط، طبعا في حالتنا غنشوفو فقط لو باسي كومبوزي. طبعا هذا من الأزمنة المركبة ولكن اللي تتستعمل بكثرة. إذا شنو؟ تنصرفو هاد الفعل اللي غيولي عندنا هنا مساعد، تنصرفوه في البخيزون. أش تنزيدولو؟ تنزيدولو البارتيسيباسي الخاص بالفعل، تنزيدولو لو بارتيسيباسي الخاص بالفعل. مثلا هنا لو بارتيسيباسي الخاص بفعل ليغ هو لي. مثلا هنا لو بارتيسيباسي الخاص بفعل لير هو لي، لي. اذا اقول مثلا جي لي، تي لي، إل لي، نو زافون لي، فو زافي لي، إلزون لي. تبقى هاد لي يتكرر مع كل الضمائر. اللي تيتغير هو هذا. وحتى ملي تنصرفو شي فعل مع اتخ، ذكرنا من قبل الفرق بين الوقيته اللي تنستعملو في افواغ كمساعد للفعل، وبين الحاله اللي تنستعملو في اتر كمساعد للفعل، على حساب المعنى اللي باغي نوصلو، على حساب هذا المعنى تنختارو لوكسيليير افواغ او لوكسيليير اتر. افواغ اتر عندها واحد الدور كبير في اللغه الفرنسيه، كما لاحظنا بان ملي تيجي موراها اسماء تتلعب ادوار، وملي تيجي موراها افعال تتلعب ادوار اخرى. اذا افواغ واتر هي من الأفعال اللي ضروري نعرفوها خاصة في البخيزون. مينا آلي
مينا أنها قرأت. شوف هنا نفس الفعل كما ذكرنا، هنا راه ولا فعل، هنا راه مساعد. علاش مساعد؟ لأنه ساعدنا باش صرفنا فعل آخر. ملي تيكون موراه لو بارتيسيباسي تنتكلمو على افواغ أو إتخ، تنتكلمو على افواغ أو إتخ، إذا طبعا تيكون هاد الفعل مساعد. لكن هنا عندنا فعل لأنه هو بعد اللي كاين، بابا أ، بابا أ. كما نقول بابا أنه يمتلك، يمتلك ماذا؟ الموطو، يمتلك دراجة. إذا عندنا هاد الفعل ديال الملكية أنه فعل في هاد الحالة، لكنه هنا هو مساعد. طبعا هنا ما تيجيش بمعنى يمتلك، هو ما تيجيش هنا بمعنى يمتلك ملي تيكون موراه فعل. في اللغة الفرنسية هكذا المتعارف عليه. إذا علينا أن نأخذ الأمور كما هي. ثم عندنا مينا أمي، مينا أمي. لاحظ هنا عندنا مينا ثم تيجينا نفس هذا الفعل اللي هو أفواغ، ولكن من بعد منه لو فاغ ميتخ. إذا طبعا هذا أوكسيليير، أي اللي عندنا مساعد. المقصود به مينا أنها وضعت، وضعت ماذا؟ ميكي سور لولي، وضعت ميكي فوق السرير. ثم ميكي اي سور لولي، ميكي أنه فوق السرير. طبعا حتى هنا هاد إتخ هو فعل، لأن ما جاش موراه فعل. كون جا موراه فعل غيكون هو مساعد. طبعا كما ذكرنا بأن إتخ أفواغ هادو جوج ديال المساعدين مهمين في اللغة الفرنسية. إذا طبعا هنا عندنا إتخ، لاحظ هنا أنه لعب دورا آخر، ما جاش لنا هنا باش يساعدنا باش نصرفوا فعل آخر، كما جاء أفواغ هنا باش صرفنا ميتخ. طبعا ميتخ للإشارة هنا لو بارتيسيباسي الخاص به هو مي. بالنسبة لفعل ميتخ فعل وضاعة، لو بارتيسيباسي الخاص به هو مي. طبعا مع الوقت تنبقاو نحافظوا هاد لي بارتيسيباسي الخاص بالأفعال. من بعد غيكون عندنا واحد الرصيد اللي غنستعملوه طبعا في الصرف. ثم عندنا هنا إذا كما قلنا ميكي إي سور، كما نقول أن ميكي يكون فوق، يكون فوق ماذا؟ لولي، فوق السرير. لا بال دو مينا إي لا، لا بال دو مينا إي لا، كرة مينا تكون هنا. إذا هنا عندنا فعل، هنا عندنا فعل وليس أوكسيليير. ثم عندنا لا بال إي سور لو طابي، نفس الشيء، الكرة هي فوق الزربية أو فوق السجاد. إين بلوم سور لو طابي، هنا طبعا كما تلاحظوا ما عندناش الفعل، عندنا إين بلوم، إذا نتكلم عن ريشة أو ريشة الطائر أيضا ممكن يحصل هذا. إين بلوم سور لو طابي، سور لو طابي، إذا نتكلم عن ريشة فوق الزربية. ممكن نقول إين بلوم إي سور لو طابي، إذا نتكلم عن ريشة أنها موجودة فوق الزربية. ثم نرى حرفا آخر، إذا كما تلاحظوا اش من حرف هذا؟ كما تنشوفوا عندنا هنا لا لا في، في ل، لا فيل، لا فيل يعني المدينة. إذا اش غيكون هذا الحرف هذا؟ هو حرف في، هو حرف في. طبعا ماشي حرف الفاء، طبعا نتكلم عن حرف الفاء هذاك لا لاتر اف، لا لاتر اف. طبعا لا لاتر اف يكتب بهذه الطريقه، في الماجيسكيل يكتب هكذا، ولكن في المينيسكيل يكتب بهذا الشكل، هذا اف. لكن هنا طبعا نتكلم عن لا لاتر في كما تنشوفوا هكذا. اذا نتكلم عن لا لاتر في، في الماجيسكيل يكتب بهذا الشكل كما تلاحظوا في الكتابة الكبيرة. إذا كما قلنا عندنا هنا لا في، في مع إي تنطق في. ثم عندنا دوزيل أ، طبعا تنطق ل، لا فيل، لا فيل. إذا نتكلم عن المدينة، لا فيل كومبخون لا لاتر في. إذا كلمة لا فيل، كلمة لا فيل تتضمن حرف في، في في، في في، في أ في، في أ أكسون سيركونفلكس
في في أ ف في أ في في أ ف نفس الشيء في أ أكسون أيجي في في أ ف ف مثلا ل في في لو لو ال او تنطق لو لو فيلو لو فيلو اذا عندنا في ذ في ذا في ذ في فو لو فيلو لو فيلو كما عندنا في هذه الجمله كما تلاحظوا غني ذا ذا هذا اش من فعل هذا اش من فعل هذا ذا طبعا سلو فيرب الي هذا لو فيرب الي هذا فعل ذهب هذا فعل ذهب اش تنقولوا مع جو في البريزون اذا خدينا مثلا لو بريزون اش نقولوا مع جو نقول جو في انا اذهب جو في ا ليكول مثلا انا اذهب الى المدرسه جو في ا ليكول مع تي نقول ماذا مع انت او انتي نقول ماذا تي تي فا انت تذهب مع إيل مع هو إيل فا ولكن ما كاينش اس او ال نفس الشيء إيل فا هي تذهب ثم نو نحن نو اذا طبعا هنا كما تنشوفوا كما قلنا غوني فا غوني فا اذا غوني يذهب اذا نقول إيل فا هو يذهب او نقول غوني فا ثم مع نو نقول ماذا نقول نو نو زالون ثم فو زالي فو زالي ثم إيل افيك اس يعني هم او ال افيك اس يعني هن اذا نقول ماذا ال او ايل الفون كاين عندنا في او ان تي الفون اذا انا اذهب انت تذهب هو يذهب هي تذهب نحن نذهب انتم تذهبون هم يذهبون هن يذهبن جو في تو فا ايل فا ال فا نو زالون فو زالي ايل فون الفون اذا نقول مثلا تي فا تي فا اليكول انت تذهب الى المدرسه او انت تذهبين الى المدرسه ايل فا اليكول هو يذهب الى المدرسه ال فا اليكول هي تذهب الى المدرسه نو زالون اليكول نحن نذهب الى المدرسه فو زالي اليكول انتم تذهبون الى المدرسه ايل فون اليكول هم يذهبون الى المدرسه ال فون اليكول هن يذهبن الى المدرسه إذن عندنا هنا غوني فا يعني أن غوني يذهب أ إلى ماذا؟ أ لا فيل هل هو يذهب إلى المدرسة؟ إسكو غوني فا أ ليكول إسكو غوني فا أ ليكول إسكو غوني فا أ ليكول نو غوني فا أ لا فيل غوني فا أ لا فيل غوني يذهب إلى المدينة أفيك أفيك بابا إذا غوني يذهب إلى المدينة مع بابا يذهب مع الأب إذا كما قلنا الآن غوني فا أ لافيل افيك بابا إذا أردنا أن نقول مثلا غوني يذهب إلى المدرسة مع الأم ماذا نقول إذا نقول غوني فا أ ليكول avec maman avec ma a m اخرى
ثم ان. اذن il va à l'école avec maman. اذن هو يذهب الى المدرسه مع الام. اذن نستأنف في الفقره القادمه، حياكم الله والى لقاء قادم باذن الله.